عام على الاجتماع اليتيم للبرلمان في سيئون. هل كان الهدف منه انتخاب البرلمان من أجل تمديد عبث التحالف في البلاد؟ من بيده تعطيل فعالية البرلمان؟ ولماذا أخفقت كل المحاولات للم شمله مجدداً؟ أهلاً بكم. عام كامل على اجتماع مجلس النواب في سيئون بحضرموت. علق المتابع اليمني أنه خطوة تأخرت 4 سنوات. كان الاجتماع خطوة جادة كما وصفها الكثير في طريق استعادة الدولة وتعزيز حضورها ومؤسساتها على التراب الوطني. جرى الحديث حينها عن تحديد أولويات الحكومة وجدول أعمال البرلمان وحث خطى الشرعية لتعزيز سلطة الدولة في المناطق المحررة من أجل تمكين مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين. لكن ماذا حدث؟ مر عام كامل لم يتمكن فيه البرلمان من الاجتماع مجددا، لماذا؟ وماذا حقق من إنجازات على صعيد استعادة الدولة ومراقبة الأجهزة التنفيذية في البلاد؟ وإلى متى سيستمر بحالة الشتات هذه ليعكس الواقع الأكثر بؤسا في مؤسسات الشرعية؟ مثل انعقاد البرلمان في سيئون عشية 13 من أبريل العام الماضي أملاً في سماء اليمنيين، ورأى البعض تلك الخطوة الأولى في سبيل إنقاذ البلد من مسلسل الإخفاقات المتوالية والممتدة طيلة سنوات حكم هادي. ستعود الدولة ولو بعد غياب، نظراً لما يمثله دور البرلمان من أهمية على المستوى الدستوري والرقابي والتشريعي ودعم مشروع استعادة الدولة، خصوصاً بعد تأخر انعقاده ل4 سنوات خلت. تبادل الجميع التهاني بانعقاد البرلمان بعد استيفاء النصاب، وخرج الاجتماع بترشيح سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب، ومضى كل إلى غايته، وكأن الجلسة لم تكن إلا لهذا الغرض. وبعد مضي عام كامل على تلك الجلسة، لا يزال البلد يعيش حالة من الغيبوبة السياسية نتيجة إخفاق مؤسسات الشرعية من الرئاسة إلى الحكومة وصولاً إلى البرلمان، الأمر الذي مثل خيبة أمل كبيرة لليمنيين. بحسب مراقبين، فإن الفشل في إعادة تفعيل دور مجلس النواب وانتظام جلساته ليس سوى محصلة لجميع التعقيدات القائمة، بدءاً من فشل السلطة الشرعية وصولاً إلى تغير أهداف التحالف الداعم لها، حيث بقي الموقف الإماراتي معطلاً رئيساً لانعقاد البرلمان طوال العامين الماضيين وحتى اللحظة. تشهد الشرعية حالة من الشلل التام بسبب تفشي الفساد المالي واستلاب القرار من قبل الرياض، الأمر الذي جعلها خارج دائرة الجاهزية. مقابل هذا العجز والتخبط في صف الشرعية، تمضي مساعي ميليشيا الحوثي لتفعيل دور المجلس بأعضائه الموالين لها بوتيرة عالية. ليس هذا فحسب، بل وتسعى لتقويض فعالية وأداء أعضاء البرلمان التابع للشرعية إما بالترغيب أو الترهيب، حيث أصدرت ميليشيا الحوثي مؤخراً حكماً بالإعدام بحق 35 برلمانياً بتهمة التعاون مع ما تسميه العدوان، وقررت مصادرة ممتلكاتهم، وهو ما بات يؤثر على مساعي إعادة تجميع أعضاء المجلس لعقد جلسة جديدة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب من هنا من إسطنبول، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية والسرور لك أختي آسيا ولفريق العمل وللشعب اليمني. أسأل الله عز وجل أن يجنبهم ويجنب الأمة كلها والعالم كله شر هذا الوباء، ونضيف في اليمن وشر ميليشيا الحوثي بإذنه تعالى. أستاذ شوقي، عام كامل على اجتماع برلمان الشرعية قبل أن يعود إلى سباته، مما جعل وأرق الكثير وجعلهم يسألون لماذا لم يجتمع البرلمان مرة أخرى؟ بداية نذكر فقط كمرور سريع، وهو أن عطل مجلس النواب منذ أن تدخل التحالف في 26 مارس 2015، وكان هناك شيء من المبرر، وهو أن النصاب ربما لم يكتمل بحكم أن هناك عدد كبير من النواب كانوا مع الرئيس علي عبد الله صالح. بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017 انضم نواب المؤتمر إلى الشرعية،
واكتمل نصاب المجلس وزيادة كما يقال. لكن للأسف في البداية كنا نعتقد أن المبررات التي كانت تنتحلها الشرعية أو رئاسة الشرعية كنا نعتقد أنها مبررات حقيقية. بعد ذلك رحبت الرياض طبعا، وهذه شاهدة لله والتاريخ، رحبت الرياض مع أن الإخوة في الإمارات كانوا رافضين تماما، ومع أن الإخوة في رئاسة الشرعية كانوا متلكين تماما، إلا أن حماس الإخوة في الرياض وتكفلهم أن يغطوا كل شيء من ناحية المعسكرات والباتريوت وتأمين المقر وتأمين الوصول إلى سيئون إلى غير ذلك، مع أن هنا معلومة فقط لا غير حتى لا ينساها الشعب اليمني. عندما اجتمعت اللجنة الرئاسية اللي كان برئاسة الأخ الشدادي وأعضاء إلى جانبه من رؤساء الكتل، اجتمعوا مع الرئاسة وفد من التحالف ممثلين عن السعودية وممثلين عن الإمارات، وتشاوروا على أن يكون اللقاء الإمارات رفض رفضا باتا. هذه شهادة للتاريخ. نعم، لماذا أستاذ شوقي؟ يعني هذا الرفض، هذا الرفض يعني هل له تبرير؟ الرفض واضح في نعم تفضل. نعم نعم، بالنسبة للرفض السابق عندنا رفضان الآن. الرفض الذي كان ما قبل سيئون، وهناك رفض ما بعد سيئون على غرار ما بعد كورونا وقبل. نعم، قبل كان الرافض الأول رقم واحد هي الإمارات، كانت تماما، كان قرارها له اعتبار جدا في التحالف، وكذلك الرئيس هادي وشلة الرئاسة كانوا أيضا رافض تماما. نعم، ما هي الأسباب؟ المجلس التبرير. نعم، التبرير الحقيقي، الأسباب الحقيقية، هم يبرروا كانوا بمبررات أخرى. المبرر الحقيقي أن قيادة الشرعية، رئاسة الشرعية، مكتب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة استمرأوا الاستفراد بالحكم، لا شريك لهم، لا رقابة عليهم مطلقا. بالتالي هذا هو السبب الأول، أنهم لا يريدون مطلقا أن ينفذوا أحد الرقابة في الأمر الثاني الفساد. هناك فساد لا يريدون مطلقا أن يطلع عليه. طبعا البرلمان لا يمكن أن يغطي فساد كونه قتل، يعني الفساد يمكن أن يتم عليه 10 قارب 200 مستحيل، أو 100 وقفين عضو إذا سيحضرون الجلسة. السبب الآخر أن التحالف نفسه تمام ما كان يريد أي جهة تراقب أو أي جهة تأتي قوية الرئاسة. أغرى أجندات التحالف صارت عبثت نهارا جهارا بما لا يدع. نعم يعني أستاذ شوقي، نعم يعني حتى يعني هناك عدة عوامل تصب فيها. نعم، هناك مجموعة من الأسباب لدى الشرعية من وجهة نظرك، أنها لا كانت تود الانفراد بالحكم، لا تريد شريك لها، لا تريد مراقبة للفساد الموجود والذي هو بكمية كبيرة. أنا أحاول أن أعيد لأن الصوت قليلا ما يقطع، لا نستمع إليك بشكل جيد أستاذ شوقي، لكن هل وضحت لنا ما هي مبررات الإمارات للرفض؟ أوضح مبرر هو مبرر الإمارات، رفضوا في البداية في اللقاء الأول عندما أردنا عدن، رفضوا تماما، يعني هكذا قال مندوب الإمارات، عدن لا، عدن لا، عندما قيل المكتب قال لا لا، وقبل أن يقول لا في سيئون أحرجه ممثل الرياض، وأنا هنا أقولها في رغم أقولها لله والتاريخ، لولا إصرار المملكة العربية السعودية على المجلس وضغطهم على الرئاسة وضغطهم على الإمارات واختيار وتغطية الميزانية العسكرية والأمنية لما انعقد المجلس أيضا، لأن الإمارات كانت رافضة للوضوح. طيب أين ذهب إصرار السعودية هذا في انعقاد؟ أين ذهب إصرار السعودية والرياض؟ نعم، أين ذهب هذا الإصرار الذي كان في البداية لانعقادهم مرة أخرى أستاذ شوقي؟ يعني هناك من يقرأ ذلك الإصرار بأنه فقط لترشيح رئيس للمجلس، و
إعطاء موافقة أخرى لوجود التحالف، وبعد ذلك لم يعد يهتم أحد بوجود هذا المجلس طالما أخذت المباركة منه. جميل، مبرر ربما يكون واقعيا، ليس هناك شيء كما يقال مستحيل أو مستبعد، لكن المنطق يقول يا أختي الكريمة أن نحمل الإخوة في المملكة العربية السعودية كل فشل قيادة الشرعية والرئاسة الشرعية فهذا أمر غير ممكن. يعني الآن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية هادي ونائبه محسن، رئيس الحكومة بأن يجهز الأمور اللوجستية حتى ربما لأول مرة للأمان البرلمان إلى الآن النواب اقناع الحكومة بأن يجهز مكتب أمانة عامة، المكتب قال حتى ولو شقة في أي مكان. نعم، آمن. حقيقة لا أتمكن من سماعك جيدا أستاذ شوقي، لرداءة في الصوت من المصدر. سنعاود الاتصال بك على يعني وعسى أن يكون الصوت أكثر جودة. إلى ذلك الوقت ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير آسيا، أهلا بك أستاذ عبد الناصر. كيف تقيم موقف البرلمان منذ انعقاده وحتى مرور عام كامل على ذلك الانعقاد؟ كما هو واضح أنه أولا انعقد بصعوبة ولا زال هناك شكوك حول صحة الانعقاد، أنه هل كان النصب حقيقي أو لا. وبعدين كما كان متوقع يعني كانت فقط جلسة يتيمة على إثرها لم يعد للبرلمان أي وجود باستثناء بيانات تظهر هنا وهناك ولا سفريات يقوم بها بعض أعضاء البرلمان أو رئيس البرلمان وما يسمى هيئة الرئاسة. أما غير ذلك لا وجود لأي نشاط للبرلمان، وهذا طبعا أمر طبيعي في حالة الاهتراء الحاصل في مؤسسات الدولة ورغبة الأطراف جميعها تقريبا بأن لا يكون هناك برلمان حقيقي وبانعقاد دائم. وأهم من كل هذا أنه لا وجود العاصمة يستقر فيها أعضاء مجلس النواب ويمارسوا فعلا السلطة بشكل آمن وبشكل حر، لأنه في الوضع الحالي عندما فقط يستضافوا في هذه المنطقة أو تلك استضافة مؤقتة، معظمهم طبعا الآن يعيشوا خارج اليمن وفي مناطق متعددة، وكل هذه الأمور هي بتشير إلى أن البرلمان أصبح سلطة مهترئة إضافة للسلطات المهترئة الأخرى الذي هي الرئاسة والحكومة. الكل بيعمل من بعد والكل لا يمارس أي دور حقيقي. هل كان للحكومة الشرعية دور في اهتراء دور المجلس النواب أو البرلمان؟ يعني هي أرادت هذا الدور الهامشي له؟ هو مش فقط هي أرادت، هي تتمنى أو لها مصلحة. يعني الرئيس والأعضاء الحكومة لا يريدوا أن يمارس عليهم أي شكل من أشكال الرقابة، وبالتالي من مصلحتهم أن لا يكون هناك انعقاد حقيقي للمجلس كي يسائلهم أو ستطرح فيه قضايا عامة. يريد الأمر كما هو عليها الحال، لا أحد يسأل ولا أحد يتكلم، والمحظوظ منهم إذا حصل له فرصة ومقابلة مع الرئيس أو شيء خرج بمصروفه وانتهى الأمر. وبالتالي اليمن أصبحت عمليا هي بدون مؤسسات دستورية حقيقية، وما هو موجود الآن عبارة عن خيط رفيع هنا وهناك يمكن أن ينقطع بكل سهولة. أعود إلى قضية مهمة وهو أن المجلس الذي انعقد في سيئون، رغم أنه هذا الموضوع قد ناقشناه في قناة بلقيس وأكثر من مرة ومع الأخ شوقي وهو الآن ضيفكم اليوم،
لا زالت الشكوك تدور حول أنه لم يكتمل النصاب، وحتى اكتماله بالنصاب تم بأشخاص لا يحق لهم أن يصبحوا أن يظلوا أعضاء في مجلس النواب أو يمارسوا عضويتهم كالوزراء أو المحافظين أو القادة العسكريين. وبالتالي الجلسة سيئون تظل جلسة مشكوك في صحتها، ومن ثم يظل عمليا الراعي هو الرئيس المجلس النواب، رغم أنه أيضا مجلس صنعاء أيضا الجلسات التي بتعقد غير شرعية لأنها أيضا ما اكتملش النصاب. وما يدل على ذلك أنه الاتحاد البرلماني الدولي لم يعترف حتى الآن بانعقاد أو بصحة انعقاد، لا زال هناك شكوك أو نعم. عند هذه النقطة دعني أنقلها هذه الشكوك للأستاذ شوقي. أستاذ شوقي، يجد الأستاذ عبد الناصر ربما استمعت إلى حديثه بأن هناك شكوك في انعقاد الجلسة الوحيدة في سيئون من اكتمال النصاب أو بوجود أشخاص لم يعد لهم الأحقية في بقائهم كأعضاء مجلس النواب كونهم وزراء أو محافظين. جميل جدا. على كل حال الكلام هذا يعني كلام متأخر، مع كل الحب والتقدير للأستاذ عبد الناصر، ليس دقيقا مطلقا. لماذا؟ الأسباب التالية. السبب الأول وهو أن النصاب اكتمل. لماذا؟ لأنه لو استبعدنا، على افتراض أننا نستبعد الموتى ونستبعد الذين يعني يمنع الدستور بقائهم في مجلس النواب حتى لا يقعوا في الازدواجية، وبالتالي سيقل العدد، يعني عندما يقل العدد ستقل النسبة، يعني ستكون نسبة أقل. عدد سيئون نحن فقط لا غير. أريد هنا أن أؤكد أن النسبة اكتملت في سيئون، وأن دول التحالف والدول الممثلة عن العالم مجلس الأمن يعني عالمي اعترفت بذلك، واعترفت بذلك أيضا هيئات البرلمانات عالمية، يعني واعترفت بذلك واقعيا الآن. ما عاد صار ذكر حتى الإخوة في صنعاء يعلمون ذلك. لماذا؟ لأن الطرف المقابل أيضا ليس لديهم، ونحن نتحداهم أن يصدروا، نتحداهم أن يظهروا 30 عضو فقط، يعني 30 عضو أبدا. ولهذا مجلس النواب مجلس شرعي، لو أننا استقلنا على سبيل المثال، لو دخلنا على دائمة مجلس النواب في أي موقع مجلس النواب واستعرضنا أعضاء مجلس النواب عضو، عرفنا والعالم والشعب يعرف هذا النائب مع الشرعية، هذا النائب مع الشرعية، وبالتالي النصاب. نعم أستاذ شوقي، للأسف يعني ما زال الصوت سيء، لم أستمع لإجابتك بشكل دقيق، إلا أنك قلت بأن النصاب اكتمل بحكم أن النسبة قلت باستبعاد الموتى ومن لا ينطبق عليهم الشروط، وأيضا بوجود العديد من المراقبين الدوليين كمجلس الأمن والتحالف وما وغيرهم. البقية لم أستمع حقيقة لطرحك، سنعاود الاتصال بك هاتفيا لكي أستمع لحضرتك بشكل أوضح. إذا أستاذ عبد الناصر، استمعت للرد يعني حسب ما وصلني بدايته بأن النصاب كان مكتملا حقيقة باستبعاد الموتى ومن لا تنطبق عليهم الشروط فقلت النسبة. كان هناك وفود من مجلس الأمن ومن التحالف ومن مجلس النواب أو البرلمان الدولي، فبالتالي النصاب كان مكتمل وكان اجتماعا شرعيا. القضية الآن أستاذ عبد الناصر ليست مدى شرعية تلك الجلسة من عدمها، القضية حقيقة لما لم تستمر الجلسات، خاصة وهم قالوا بأنه فقط إجازة رمضان والعيد وبعدها حتى الآن لم يفلحوا في عقد جلسة واحدة. يعني أحب فقط أن أعود إلى النقطة التي أثرتها وهي قضية النصاب، لأنها أولا هي مهمة جدا، لأنه إذا صح بأن الجلسة لم تكن مكتملة النصاب فهي فاقدة للشرعية، وبالتالي كل مخرجات الجلسة من انتخاب هيئة رئاسة وأمانة عامة تعتبر غير صحيحة وغير شرعية.
وأنا طبعاً أتمنى أن كانت الجلسة صحيحة، ولكن للمصداقية وللموضوعية وللأمانة العلمية أنه حتى الآن الشكوك تقريباً منطبقة على أن الجلسة لم تكن صحيحة. الأستاذ شوقي تكلم عن أن النصاب كان مكتمل، الحديث في حينها أنه اجتمعوا 137 عضو. أنا أعرف على المستوى الشخصي 6 أشخاص، هؤلاء إما أصبحوا سفراء أو أصبحوا محافظين أو أصبحوا قادة عسكريين أو وزراء، وبالتالي لا ينطبق عليهم لا أن يظلوا أعضاء في مجلس النواب دستوريا، ولهذا فقدوا صفتهم كأعضاء مجلس النواب. والمجلس كان يحتاج إلى 136 عضو تقريبا إذا أنا مش غلطان، وبالتالي عمليا لم حسب ما أعلنت الحكومة أنهم 137. أيضا المجلس مجلس النواب لم يذكر أسماء من حضر، يعني ما هي المشكلة، ليش ما ذكرش أسماء من حضروا ليؤكد على ليبرهن لو كانوا فعلا واثقين بأن الجلسة كانت شرعية 100%، لما ظلوا حتى الآن لم يعلنوا أسماء من حضروا. لهذا السبب هذه نقطة مهمة. الأمر الآخر كما ذكرت لك أنه مستحيل ينعقد مجلس نواب في ظل الوضع السياسي العائم، لا وجود العاصمة، يعني من الصعب. يعني هل السبب الحقيقي في عدم انعقاد عدم اكتمال النصاب أو صعوبة تجمعهم مرة أخرى، أم أن هناك أسباب سياسية حقيقة تعيق انعقادهم مجددا؟ طبعا المسألة هناك صعوبات سياسية أكيد ولوجستية هي مربوطة ببعض، بمعنى أنه لا وجود العاصمة حقيقية تستطيع أن تستوعب أعضاء مجلس النواب يحضروا بشكل دائم أو حتى بصفة مؤقتة، لأنه لا عدن ولا سيئون ولا مارب ولا أي مدينة تم تهيئتها من قبل التحالف أو ما يسمى الحكومة الشرعية لأن تكون عاصمة قادرة على أن تستوعب مؤسسة البرلمان أو حتى مؤسسة الحكومة. لهذا السبب البرلمان لا يمكن، وكان من المتوقع أنه لن ينعقد، وحتى أنا أثرت الشكوك هذه عندما صرحوا بأنه فقط إجازة العيد، وذكرت بأن هذه شكلها ستكون هي جلسة يتيمة لأنه الظروف كلها توحي بأن المجلس لا يمكن أن ينعقد في ظروف مثل هذه. الحديث كان حينها يدور حول أننا سنعقد الجلسة القادمة في عدن، وطبعا هذا كان كلام غير واقعي تماما، وبعدها أتت أحداث أغسطس والصراع على عدن وإخراج ما تبقى من رمزية للدولة وللحكومة من مدينة عدن، والآن ها هي عدن الآن مدينة مسخ غير محددة الملامح، وليس هناك أيضا من مدينة أخرى، مارب الآن مهددة أكثر مما كانت أو بأسوأ مما كانت عليه في ذلك الوقت، وبالتالي يستحيل أن تكون هي المقر لمجلس نواب وغيرها. طبعا لو في سلطة، هل يوجد حلول أخرى؟ لو في مشروع، نعم، يعني الآن مثلا تصدر بيانات من وقت إلى آخر، وبيانات يعني لا تكاد تذكر عددها خلال هذا العام، هل كان يمكن أن يكون هناك فرض لوجود البرلمان بدون اجتماع؟ ليست مهمته إصدار بيانات. نعم. البرلمان يفترض هناك جلسات يحضرها أعضاء يناقشوا، ولجان تمارس عملها بشكل يومي، وأجهزة أخرى مساعدة للبرلمان، مش المسألة مسألة بيان يتواصلوا عبر الواتس وقالوا ما رأيكم نعمل هذا البيان أو ذاك البيان، يعني هذا مش شي نادي ثقافي، هذه سلطة يفترض تواجد الأعضاء وبشكل دائم، وأن يكون هناك أيضا جلسة اللجان، وهذا أهم عمل تقوم به البرلمانات وعمل اللجان، لأن اللجان هي التي تصيغ القرارات والقوانين والعمل الرئيسي يقع عليها.
لهذا السبب لا يمكن أن نقول بأن البرلمان اشتغل أو أنه بغض النظر الآن يعني لو تجاوزنا قضية صحة انعقاده من عدمها، لا نقول أن البرلمان عاود نشاطه الحقيقي منذ 2014. يعني البرلمان لم ينعقد في اليمن منذ 2014، ليس هناك برلمان حقيقي منعقد، انعقد فقط في الجلسات التي أعطى فيها الثقة لحكومة بحاح، ومن حينها لم نعد نسمع عن هذا البرلمان أنه انعقد انعقاد حقيقي. هل تعتقد أستاذ عبد الناصر أن السعودية تقف خلف عدم انعقاد هذا البرلمان؟ هناك من يقول بأنها لو أرادت استمرار البرلمان لمكنته من ذلك. من مصلحة يعني هو بشكل عام الكلام هذا يحمل نتيجتين، في مصلحة سعودية بأن يكون هناك برلمان يشرع ما تقوم به، وفي نفس الوقت هناك مصلحة سعودية بأن لا يكون هناك برلمان حقيقي قد يسائل الحكومة ويسائل السعودية عن ما تعمله في اليمن. لهذا السبب الاثنين يحملين النتيجة واحدة، ولكن كما ذكرتي لو كانت السعودية تريد أن تفعل مؤسسة مثل البرلمان بأن تعمل بشكل دائم لعملت على ذلك، ولو كان هناك في سلطة فعلية وسلطة حقيقية، مش هذه السلطة الافتراضية المهترئة، لو كان في سلطة حقيقية ومشروع دولة لكان انعقدت في أي مكان. يكفي كما ذكر الأخ شوقي بأنه ممكن ينعقد في عمارة واحدة تجمعهم في أي مكان في اليمن لو كان هناك إرادة ورغبة، يجتمعوا في المهرة، يجتمعوا في سقطرة، يجتمعوا في أي مكان وبشكل دائم وحقيقي، وستصح أي عقد أي جلسة في أي مكان داخل اليمن إذا توفر النصاب، يعني هكذا يقول الدستور وهكذا تقول اللائحة. لكن لأن هناك حالة من الاهتراء جعل المجلس بهذا الشكل مجرد بيانات تصدر هنا وهناك ومقابلات ولقاءات وسفريات، وهذا ليس عمل البرلمان يعني بشكل عام. هذا مش عمل البرلمان. شكرا جزيلا لك عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك أستاذ شوقي هذه المرة عبر الهاتف. أستاذ شوقي، يعني هناك سؤال مطروح، ما الذي عليكم كبرلمانيين عمله بشكل جاد؟ بداية أريد أن أؤكد على معلومة في موضوع عندما ذكر الأخ الكريم أستاذ عبد الناصر بأن البرلمان الدولي لم يعترف. لا، البرلمان الدولي اعترف، يعني هذه معلومة مؤكدة، البرلمان الدولي اعترف، لكن المجتمع الدولي أصلا في المرحلة الأخيرة ما عادت أجندته واضحة ورؤيته واضحة للقضية اليمنية، وبالتالي يتعامل مع ما يسميها سلطة أمر واقع، ومعروف هذا في كل يعني الأمور، الأمم المتحدة، في أمور كثيرة، فهو يتعاطى مع مجلس النواب الشرعي، ويتعاطى أحيانا كما نسمع أحيانا وهي معلومة لم نتأكد منها، في أنه أحيانا يتواصل مع يعني الإخوة في صنعاء، يعني زملائنا في البرلمان المختطفين طبعا. الأمر الثاني موضوع من المعيق. أختي أنا أريد هنا حتى لا نحمل فقط لا غير، لأن هذه النغمة تعجب الشرعية تماما، هذه النغمة تعجب الكسالى وتعجب المعطلين الحقيقيين للبرلمان. نريدهم أن يظهروا على الشاشة ليقولوا والله لزملائهم، لا نريدهم أن يظهروا للإعلام، يظهروا علينا نحن النواب ويقولون لنا والله الإخوة في التحالف يمنعوننا. لكن الذي نجده أن الإخوة في المملكة العربية السعودية قالوا هكذا بالحرف الأخير في المرة الأخيرة، نحن مستعدون أن نقوم بواجبنا تجاه جلسة، اتفقوا أنتم. لكن للأسف أنا أعيد تعطيل المجلس بعد سيئون إلى رئاسة الشرعية وإلى هيئة رئاسة المجلس وإلى الحكومة، رئيس الحكومة.
يعني للأسف هيئة رئاسة نعم المجلس. أنا أتفق معك، يعني دعنا يعني نضع من نحمله المسؤولية حقيقة لما يحدث هي يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، يعني من علينا محاسبتهم حين يقصروا. إذن يعني عدم الدفع بالبرلمان بهذا الشكل وجعله هشاً أمام الناس وأمام يعني دوره حقيقة في هذه المرحلة، ما الذي ستستفيده الحكومة من وضعك هذا؟ الجواب تجديه في 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 المعركة الأخيرة التي أثيرت ما بين وزير المالية ووزير الدفاع، إلى درجة أن الأمر وضع للإعلام ولمفسبكي الطرفين. مثل هذه الحالة تبرر تماما وتوضح تماما بجلاء بأن رئاسة الشرعية ورئاسة الحكومة لا تريد مطلقا البرلمان، لأنه في ظل البرلمان لا يمكن أن يحدث مثل هذا الموضوع مطلقا. هناك موازنة عامة تقر عبر المجلس، وهناك أيضا حساب ختامي يقر في المجلس. وبالتالي الجواب على سؤالك بالضبط أن الفساد أولا والاستفراد بالسلطات. يعني تخيل رئيس الحكومة لا رقيب عليه، يعني في أحد يحب الرقابة على نفسه؟ الرئيس عبد الرب منصور هادي ومكتبه مكتب الرئاسة ونائب الرئيس لا يمكن أن يحبوا أي نوع من أنواع الرقابة، ولو كانت حتى الرقابة ناعمة لا يريدون. لا يعني كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان عندما يستغني يعني يبلغ إلى الطغيان. وبالتالي هذا العبث الآن، المكايدات بين مكونات الشرعية، التهم المثارة يعني بين مؤسسات الشرعية وكلاء وزارات يدخلون في هذه المهاترات، كل هذا العبث إنما هو أيضا سمة لهذه المرحلة التي يرد أن تدار فيها الشرعية ومؤسسات الشرعية كما يقال بالأزمات، يعني حتى تبقى مكونات الشرعية ضعيفة، وهو ما أضعفنا نعم. أنت قلت بداية أستاذ شوقي رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة ثم هيئة رئاسة البرلمان، ما هو دورها في هذا الفشل الحاصل؟ واحد، لم ونحن أعضاء يعني بيننا محاورات، والآن نرتب لجلسات فيما بيننا جلسات إلكترونية، العالم كله الآن يرتب جلسات إلكترونية، نستطيع الآن. لكن للأسف حتى الجلسة الإلكترونية الآن لا زال هناك من يعارضها، يعني هناك إصرار غريب وعجيب على تعطيل دور المجلس. العالم كله الآن رؤساء دول يجتمعون بحكوماتهم، برلمانات، مجالس شورى تنعقد إلكترونيا، لأن القضية ما عادت الآن يعني مستحيلة ولا صعبة. ومع هذا هناك الآن من يتلكى على الموافقة بجلسة إلكترونية بين الأعضاء يتبادلوا فيها الآراء وجها لوجه وصوتا بصوت كما يقال، بدلا من رسائل الواتس. من هيئة الرئاسة هذا الرفض أو التلكع أم من الأعضاء؟ لا من هيئة الرئاسة، بالعكس الأعضاء مرحبون تماما. هناك نقطة أخرى، أنه للأسف أيضا التمزق وصل إلى يعني إلى مكونات الشرعية ومن ضمنها البرلمان. يعني للأسف لا زال هناك تأثير على أعضاء البرلمان، إما تأثيرات حزبية أو تأثيرات دول التحالف عندما تمزقت بعض المكونات. لكن هذه ربما مشكلة يمكن تجاوزها. المشكلة في هيئة رئاسة المجلس، الإخوة الأربعة هيئة الرئاسة هم المسؤولون أولا عن هذه النقطة. بعد ذلك نستطيع أن نحدد، بعد أن تبذل هيئة الرئاسة كل وسعها في الموضوع، بعد ذلك نحن سنحدد من بالضبط معطل مجلس النواب. نعم، إذن أواخر الشهر الماضي طالب رئيس مجلس النواب الشرعية بالعودة للوطن ومواجهة التحديات السياسية العسكرية والإدارية في تقرير صادر عن مجلس النواب. لماذا تأخرت هذه المطالبة؟ وهل دور مجلس النواب إصدار البيانات والتقارير؟ والله بقول لك أنا، يعني عندما تغلق في وجوهنا أبواب يعني نأملها، لابد من الشغل على أي صعيد. يا أختي، إلى الآن لم يستطع المجلس أن من العائق هنا كما قلت لك الرئاسة والحكومة والبرلمان هيئة الرئاسة،
لم نستطع أن نوجد مقر للأمانة العامة للبرلمان في عدن. يعني نحتاج الآن إلى مبنى من شقة لا يزيد على شقة، لأنه في ظل هذا التشتت والتشرذم لابد من نقطة ارتكاز، لابد من كما يقال من مركز لتلقي الخطط ثم التواصل مع الجهات الأخرى وهي الأمانة العامة للمجلس. إلى الآن لم نستطع أن نقنع نحن الأعضاء متحمسون جدا، لكن للأسف هيئة الرئاسة، رئاسة الشرعية، هيئة الرئاسة، الحكومة إلى الآن لم تنفذ هذا الطلب، وهو يعني شقة مؤمنة في محافظة عدن للأمانة العامة للبرلمان لتقوم بأعمالها. وأنا متأكد أن الأمانة العامة لو بدأت تشتغل في إطار مؤسسي وفي إطار يعني واضح ومعلوم ربما تحرك معها مجلس النواب. نعم، كان هناك أستاذ شوقي عدد من البرلمانيين وأنت واحد منهم وجهوا رسالة قوية قبل فترة سدت سهام دقيقة حول ما يعصف باليمن وحول علاقة اليمن بالتحالف وتحديدا الإمارات. ما الذي حدث بعد تلك الرسالة؟ بعد ذلك معروف أن الملف تحرك، وأيضا وزير الخارجية عندما يعني وضع الشكوى في مجلس الأمن ويعني قصدي في الأمم المتحدة وتحركت الأمور، ثم قيل لنا بأنه خلاص الإمارات سترفع يدها، لكن ماتت القضية بعد ذلك، يعني أو مميتت بفعل أن السعودية لا تريد أن تبقى وحيدة منفردة في موضوع التحالف كإشكال، لأن العالم بدأ يقلب الرؤية إلى بعد أن طالت هذه الحرب، وهذه كما كنا نحذر منها أنها ليست لمصلحة التحالف وليست لمصلحة الشرعية ولا لمصلحة اليمنيين. إطالة الحرب هناك عبث في الموضوع، يعني كان جيشنا الوطني والساندون له من شبابنا شباب القبائل وشباب المناطق والمحافظات كانوا قد وصلوا إلى مشارف صنعاء ليس بينهم وبين صنعاء إلا كيلومترات، كذلك وصلوا إلى داخل الحديدة بأن المنطقة التي وصلها الجيش وصلوا إلى مطار الحديدة وهو في المدينة. للأسف كانت هناك أشياء مريبة تماما ميعت المعركة الحقيقية مع الحوثي في الجبهات. اليوم تحول الحوثي من ربما منزوي في صنعاء والحديدة، اليوم صار يهاجم الشرعية، أخذ الجوف، يهدد الآن محافظة مأرب. كل هذه اللخبطة وانحراف الأجندة من التحالف لخبط الأمور كلها، وبالتالي هناك تخوفات أيضا في موضوع المجلس أين سينعقد، لأنه بصراحة هناك تخوف من بعض دول التحالف وبالتحديد الإمارات. يعني نشك، لأنه عندما كنا في سيئون كان الطرف الرافض لاجتماع سيئون هي الإمارات، قيل لنا أن هناك أكثر من 10 طائرات مسيرة يعني صدت من سماء سيئون. هل يستطيع الحوثي أن يطلقها من مواقعه البعيدة عن سيئون؟ هناك أكثر من علامة استفهام، وبالتالي بعض النواب كانوا متخوفين ولا زالوا متخوفين من هذه النقطة، لكن أنا أتصور لو أن هناك إصرار ورغبة حقيقية من الرئاسة الشرعية ورئاسة المجلس والحكومة لا نسقوا مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، ولو تبنت المملكة العربية السعودية الموضوع لسهلت الأمور كما سهلته في سيئون. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، وينضم معنا عبر الهاتف أيضاً الكاتب والباحث ثابت الأحمدي من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات عليكم مع المشاهدين الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أهلاً بك أستاذ ثابت، ما رأيك، ما هي أهمية حضور ودور البرلمان كمؤسسة دستورية تمثل صوت الناس؟ عزيزتي والمشاهد الكريم، اسمحي لي أن أقول أول نحن محتاجين لتفعيل جميع مؤسسات الدولة كاملة بما فيها البرلمان. البرلمان بالنهاية جزء من مؤسسات الدولة، وإن كان من المؤسسات المهمة. قبل مؤسسة الدولة هناك مؤسسة الرئاسة، وهناك مؤسسة رئاسة الوزراء، وهناك مؤسسة مجلس الشورى، وهناك أيضا مؤسسة مجلس النواب، وجميع إلى جانب طبعا المؤسسات الأخرى، وجميعها على أهمية كبيرة جدا من التفاعل والتعاضد والتشابك في الأداء وفي مواجهة وفي تحمل القضية اليابانية في الظرف العالي.
ما يجري لمجلس النواب تحديدا او الخلل الجاري في مجلس النواب تحديدا هو جزء من الخلل الجاري في الشرعيه بشكل عام. تكاد مؤسسه الرئاسه تكون مغيبه، تكاد مؤسسه الحكومه كذلك تكون مغيبه، القياده كامله يعني. وهذا خلل للاسف الشديد هو الذي ادى بنا الى هذا التقهقر والى 5 سنوات من العبث للاسف الشديد، وما كان ينبغي ان نصل الى هذا الوضع حتى صارت شرعيتنا اضحوكه، وصار الحوثي اليوم يهاجم بدلا مما كان يدافع بالامس. اليوم الحوثي على مشارف مارب يعني، لا نحتاج الى مزيد تاكيد يعني من هذا القول. نعم، إذا يعني انتظر الناس كثيرا حلحلة هذه الأمور، وانتظروا ربما مجلس النواب وتفائلوا خيرا بعقد تلك الجلسة اليتيمة، ولكن للأسف الشديد غيب هذا الدور كما غيبت كثير من أدوار مؤسسة الشرعية كما تفضلت أستاذ ثابت. برأيك يعني ما الذي يمكن عمله في ظل هذا الترهل الحقيقي لجميع مؤسسات الدولة؟ في الواقع المؤسسات التنفيذية، وهذا رأيي يعني، المؤسسات التنفيذية أهم من مؤسسات مجلس النواب التشريعية يعني، مع عسى أن يعمل مجلس النواب في الوقت الحالي، وإن كنا لا نهون من دوره أبدا، لكن هناك مؤسسات أهم من مجلس النواب يجب أن تتفعل، وهي مؤسسات الحكومة متمثلة في رئاسة الوزراء وفي الوزارات يعني. إذا كان مجلس النواب موجودا، ألا يستطيع تفعيل دور الحكومة بالمحاسبة والمراقبة والمتابعة؟ بالتأكيد، لكن من يحاسب من اليوم؟ ليس هناك تحرك أساسا حتى يحاسب. الخلل اليوم مبروك في العمر. أنا كما قلت لا أهون من شأن مجلس النواب، لكن في تقديري مؤسسة الحكومة أكثر أهمية من أن تتفعل من مجلس النواب اليوم، مع حاجتنا للجميع أيضا. اليوم دور الحكومة يا عزيزتي يكاد يكون صفر. هناك وزراء، أعرف شخصيا وزراء يغلق هاتفه لمدة 3 أو 4 أيام أو 5 أيام ولا يرد على أحد. وزراء يعني تحركاته صفرية على مدى أسبوع كامل. الوضع كامل بهذه الصورة، ومجلس النواب بالنهاية جزء من هذا الخلل الذي نعيشه للأسف. نعم، إذا ربما أكرر سؤالي مرة أخرى أستاذ ثابت، يعني ما الذي بيد الناس عمله؟ يعني هل يعقل أن يتم القبول بحكومة مترهلة بهذا الشكل، بهيئة رئاسة يعني لا تضرب بالا لأحد، بمجلس نواب معطل؟ ما الذي بيد الناس؟ في الواقع ليس بيد الناس شيء. يقال إن الشعوب التي بلا قائد كالأحجار المتناثرة لا قيمة لها، وإن القصر الشامخ لا يستمد جماله وبهاءه وقيمته إلا من بناء ماهر يحيل الأحجار المتناثرة إلى قصر باذخ. ستترهل ربما القيادة الحالية، وستنبري بالتأكيد، وسيفرز الشعب نفسه قيادة جديدة غير هذه. بدأ اليأس في الحقيقة يدوب إلى قلوب الناس جميعا، ولم يعودوا يعولوا كثيرا على هذه القيادة إلا أن يتداركها الله بمعجزة من عنده، وذلك يبدو بعيدا في الوقت الحالي. إذا علينا انتظار المعجزات في زمن اللامعجزات. شكرا جزيلا لك. نعم. الكاتب والباحث ثابت الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.